اهلا وسهلا بيكم في فقره جديده من برنامج السهم على قناه الاموال. خلال الايام اللي فاتت البنك المركزي اصدر ضوابط خدمات الاقراض والادخار الرقمي باستخدام محافظ الهواتف المحموله، واللي تمكن مستخدميها من الوصول لخدمات الاقراض والادخار الرقمي لحظيا. وبعد ايام قليله من اصدار الضوابط دي البنك المركزي اعلن عن زياده حدود سحب وتحويل الاموال من خلال محافظ الهواتف المحموله. في فقرتنا النهارده هنوضح تفاصيل قرار البنك المركزي بشان زياده الحد الاقصى للاقتراض. لو اول مره تتابعونا يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يعمل سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب وفولو على صفحتنا على الفيسبوك علشان يوصلكم كل جديد اول باول. دلوقتي يمكن لمستخدمي المحافظ الالكترونيه على الهواتف المحموله الاقتراض وسحب تحويل مبالغ ماليه اكبر يوميا وفق القواعد المنظمه الجديده اللي اصدرها البنك المركزي، وهيكون للمستخدمين الافراد الحق في طلب تمويل لمده عام بقيمه تصل ل 5000 جنيه، في حين انه هيحق للشركات متناهيه الصغر واصحاب المهن الحره الاقتراض بحد اقصى 10000 جنيه، وهيكون الحد الاقصى للشركات متناهيه الصغر المرخص ليها هو 15000 جنيه، وهيتعين سداد التمويلات دي واللي هتمنح بشكل لحظي على مدار سنه واحده وفقا لجدول السداد اللي تم اعداده قبل كده، وهتسمح البنوك للعملاء بطلب التمويل من خلال ماكينات الصرف الآلي او من خلال تطبيقات المحافظ الالكترونية او وسائل المراسلة زي بيانات الخدمة التكميلية غير المهيكلة او التراسل USSD من خلال خدمة الاستجابة الصوتية IVR التفاعلية. وتضمنت القواعد المنظمة كمان زيادة الحد اليومي لمستخدمي محافظ الهواتف المحمولة فيما يخص عمليات السحب وتحويل الأموال ل 30000 جنيه للأفراد والشركات متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة. ووضح البنك أن الحد الشهري للمستخدمين هيكون 100000 جنيه، وهيسمح للشركات متناهية الصغر المرخص ليها سحب أموال أو تحويلها بحد أقصى 40000 جنيه يوميا أو 200000 جنيه شهريا. وطبقا للقواعد دي هيلتزم البنك بتقديم الخدمة للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وده في حال الموافقة على الطلب بعد أن البنك ما يقوم بكافة الإجراءات الواجب تقديمها لتقديم الخدمة وفق القواعد السرية. وبتتضمن القواعد ضرورة تأكد البنك من توافر آلية للعميل بتمكنه من القيام بالاستعلام عن مبلغ التسهيل او المبلغ المدخر والمبالغ المستحق ومواعيد استحقاقها على حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة بي. والزمت القواعد البنوك بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري عن الخدمة المقدمة للعملاء، وده وفقا لنماذج التقارير اللي بيصدرها البنك المركزي في الشأن ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا. لو عندكم اي استفسارات في حلقة النهاردة ياريت تسيبونا تعليقاتكم في الكومنتات. اشوفكم في فقرة جديدة بإذن الله.